يا قوم، يا سادة العرب، سقطت قريش ولم يعد هناك من يضاهينا قوة ولا عزة. نعم، قضى عليهم محمد ليفتح لنا الطريق لنكون سادة الجزيرة وقادتهم. لكن محمدا لم يقضي عليهم يا سادة العرب، بل دخلت قريش في دينهم وأصبحت مسلمة. وما الفرق أيها الشيخ الكبير، سقطت أو أسلمت؟ بالنسبة لنا سواء. لا تسخر من شيخوختي يا ابن عوف، واسمع مني، فقد كنت داهية حرب، ولولا جسدي الهزيل لكنت أول الغازين. نعم يا مالك، فلتستمع إلى مشورتي، فهو رجل محنك وشيخ مجرب، إنه دريد بن الصمة. واللاتي ما قصدت إهانته، وإنما نحبه ونجله. إن كان محمد قد دخل مكة فاتحا فهو أقوى من قريش، وإن كان دخلها كما يقولون مسالما ودخلت قريش الإسلام فهو قوة أكبر وأعظم. لا تقلق يا شيخنا، سنعد جيشا لا قبل لمحمد به، ونسحقه ونسيطر على مكة وما حولها من قرى. يا رسول الله، إن هوازن تجمع القبائل، وقد انضمت إليها ثقيف وبعض القبائل الأخرى. يا رسول الله، لابد أن هناك شيئا يحاك لنا. شعر رسول الله بخطورة الموقف، فطلب من عبد الله الأسلمي أن يتجهز لهوازن ويدخل في الناس ويقيم فيهم حتى يعلم علمهم، ثم يأتيه بخبرهم. سمعا وطاعة يا رسول الله. غابت كعب وكلاب عن جمع هوازن وثقيف. وهل سيغزو مالك بن عوف مكة بدونهم؟ نعم، قد جمع جيشا من المقاتلين ليسحقوا محمدا ويقضوا عليه، ونسيطر نحن على مكة. علم عبد الله الأسلمي بخبر اجتماع هوازن وثقيف مع قبائل العرب المعادية للإسلام، فانطلق إلى رسول الله يخبره بالأمر. الخطر يحيط بالمسلمين من كل جانب، ويدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية إيقاف زحف هوازن وثقيف ومن ولاهم. انطلقوا إلى محمد، فربما عرف بخروجنا إليه، فنعرف كيف استعد لنا. سنسبق الريح يا مالك، ونأتي إليك بكل خبر عن محمد وأعوانه. يا خالد، ماذا لو جمعت لنا هوازن لحربنا؟ هل لنا خيار يا أخي غير الدفاع عن دين الله ورسوله ضد كل معتد آثم حتى آخر قطرة من دمائنا؟
يا رسول الله، رأيت هوازن وقد جمعت لغزونا بجيش كبير. رأى رسول الله أن يخرج إليهم للدفاع عن مكة وإبعاد الخطر عن أهلها، فأمر بتجهيز الجيش. يا رسول الله، هذا جيش المسلمين قوامه 12,000 مقاتل، ولكن ينقصنا بعض السلاح. يا رسول الله، إن صفوان بن أمية لديه من الدروع والأسلحة ما نبتغي. أرسل رسول الله في طلب صفوان بن أمية، وهو يومئذ مشرك لم يكن قد من الله عليه بالإسلام. رسول الله يطلبك يا ابن أمية. ما الخطب يا أخي؟ وهل يأتي من رسول الله إلا كل خير يا رجل؟ على الرحب والسعة، هيا بنا. رحب رسول الله بصفوان بن أمية ثم قال له: يا صفوان، أعرنا سلاحك هذا نلقى عدونا غدا. أغصبا يا محمد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك، يقصد أنها على سبيل الإعارة وترد إليه. ليس بهذا بأس، سأعطيك 100 درع بما يكفيها من سلاح. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه بالخروج لملاقاة هوازن لنقل القتال خارج مكة وإبعاد الخطر المتوقع من هجوم هوازن الوشيك. تحرك الجيش خارج مكة، وكان من بين المسلمين من هم حديث العهد بالإسلام، وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة كبيرة خضراء يقال لها ذات أنواط، يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوماً.